بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. يقول الشهيد السعيد سجاد نجم الذي كان يعمل مصورا حربيا في الحشد الشعبي المقدس، يقول: أنا أكبر كاذب في تاريخ الحشد الشعبي. لماذا؟ لأنني عندما تتصل بي أمي وتقول لي: هل ذهبت إلى الموصل أم بعدك في كربلاء؟ فأكذب عليها وأقول لها: ما زلت في كربلاء. كي تطمئن، كي تستطيع أن تنام في الليل. وعندما تعلم بأني في الموصل نتيجة أن بعض الأصدقاء يكونون من جيراننا، تتصل بي وتقول: أين أنت؟ أكذب عليها وأقول: أنا جالس الآن بالمقر، وأنا لست بالخط الأول، وإنما أنا مجرد أصور من بعيد. وهي لا تعلم بأني أصور بخط الصد، لا أستطيع أن أرفع رأسي من كثرة الإطلاقات النارية. وعندما تسألني: هل أكلت؟ هل تتغذى بشكل جيد؟ كنت أكذب عليها وأقول بأني آكل بشكل جيد وأتغذى بشكل جيد، مع أن في بعض الأيام نتيجة المعارك الشديدة لا يستطيع أحد أن يوصل لنا الإمدادات من ناحية الطعام وكذلك من ناحية الأمور الأخرى. فيقول: أنا أكذب عليها دائما وأقول: أنا بخير، مع أنني أعيش في بعض الأحيان حالة الخوف والرعب. وجهي قد اصفر وضعفت كثيرا، وأنا أكذب عليها وأقول: أنا جيد جدا، حالتي أفضل حتى عندما كنت في بيتي. هكذا كتب لأمه في آخر رسالة الشهيد البطل سجاد نجم، الذي كان يخفي تلك الأمور عن أمه كي تطمئن على أحواله. الشهيد الذي استشهد في يوم 26 من الشهر الثامن عام 2017. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحصول على شفاعته في يوم القيامة. وكما يقول علماؤنا الأعلام: نحتاج أن نرفع رؤوسنا عاليا في يوم القيامة حتى نستطيع أن نرى منازلهم في الجنة. برنامج صباحات الأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة من قبلها الصلاة على محمد وأهل محمد، إلى الشهيد المصور الحربي سجاد نجم.